أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ ذی‌الحج کی پہلی 10 راتوں میں ہر روز رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلی علیین کا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1000 دینار صدقہ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ آئیے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر سیکھیں اور پھر ماہ ذی‌الحج کی 10 راتوں میں ہر روز عشاء کے بعد یہ نوافل پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. 3 بار سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. 3 بار سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. 3 بار سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. 3 بار سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط